سيادة المستشار تركي آل الشيخ نجح في شراء نادي أسباني. حضرتك عارفين تركي آل الشيخ كان يملك نادي بيراميدز في الدوري اللي فات، ونجح انه نادي بيراميدز يبقى من أندية القمة. الأيام اللي فاتت كانت في تسريبات وأخبار لغاية أما أذيع اليوم انه تركي آل الشيخ قد نجح في الحصول على نادي الماريا بعشرين مليون يورو. النادي دلوقتي في الدرجة الثانية. طبعا اللي بيقدر يعمله تركي آل الشيخ وزي ما عمل في بيراميدز انه، واحنا شفنا الكلام ده وانا حضرته، انه بياخد النادي يبتدي يجيب له لعيبة، يجيب له مدرب جيد، يديله كل الامكانيات، ويبدأ النادي في الصعود السريع والكبير. تركي آل الشيخ كل ما بيجي يعمل الحكاية دي بينجح فيها نجاح كبير. الميديا في المملكة العربية السعودية ووسائل التواصل كلها بتتابع هذه التجربة وتتوقع لها الكثير من النجاح. هنشوف مع حضراتكم الفيديو ده اللي فيه معلومات على استحواذ تركي آل الشيخ عن نادي الماريا الأسباني. نشوف الفيديو. اللقطات دي طبعا بعد ان يعني قام بالتوقيع وبتاعه، واحنا مستنيين بيبقى فيه تصديق من الجهات الرسميه الاسبانيه على الملكيه، ولكن الخبر اليوم 20 مليون يورو دفعها تركي آل الشيخ ليمتلك نادي من النوادي الاسبانيه. ان شاء الله السنه الجايه يطلع للدور الاول. على فكره النادي ده نافس كثيرا ووصل لنهائي الكاس قبل كده، ولعب قدام برشلونة وكان بيلعب في الدرجة الأولى كذا سنة، ولكن نزل للدرجة الثانية. إن شاء الله بمجهود تركي آل الشيخ يطلع هذا النادي إلى الدور الذي يلي.